والميزانية طبعا هي لها علاقة كبيرة بمصالح الوطنية، ونحن نتفهم الوضع الاقتصادي اللي يمر فيه البلد، ولكن احنا من جانب مجلس النواب حريصين على المكتسبات اللي حققت للمواطنين بمملكة البحرين، وحريصين على ان تكون جميع المكتسبات خصوصا على المساس مثلا بالرواتب الأساسية، بالنسبة لنا شيء مهم. الزيادة السنوية أيضا بالنسبة لنا شيء مهم جدا، وأيضا الدعم الحكومي يجب أن يذهب إلى مستحقيه، ويجب أن يذهب إلى الذي يستحق هذا الدعم الحكومي.